السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. شباب مع زميل نصعد الجبال، قررنا نصعد الجبال معهم. ما بعرف اتكلم، خلينا نكمل. كيف بنمر متر نصعد؟ الان سوف نصعد هذه قمه هذا الجبل، ايوه، لنرى اين يمكن ان شاء الله اين ينتهي هذا النهر. نعم، تصعد الجبل تشوف النهر وين ينتهي، اين ينتهي هذا النهر. نعم اوكي، نحتاج الى الدربين. بنمر جماعة، ترى انا اخاف من دير فتحات. هذه حتى حنشان. ها؟ شنو؟ هذا انتبه بس. لا تمسكه. لا بنمر. تصعد؟ قام ينافخ بنمر من هنا. روح ليش قرفيك ها؟ مسوي نفس. نرجع. لا والله وصلنا هنا نكمل. اقول والله العظيم فهمت انا ما قد طلعت. والله انت اللي قلت في البدايه. طلعوا وانا بحرسكم. بصوركم من تحت. وانا بحرس عبد الله. خلاص. وانا حرسكم ثلاثتكم. عبد الله اطلع. خلاص يا احمد، في سيارات ان شاء الله النهار. في رجعنا. شوف شوف النهايه، شوف ثلاث النهايه. هذاك السياره شت يسار يا احمد. شوف الشباب، اخر واحد بيتوهق لو يطيح واحد كلكم عليه. ايش صدق والله؟ لا ما عليك، اما انا معكم لهنياك. شفتوا كيف؟ بعد هذا ابو والله تعال نصور فيك. لا تنظف هنا علي، لا نزلنا ننظف. تجيبون مرشي؟ شو ما حد يدري ابنه؟ معلي روح 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 روح. علي حرام والله، صعدت المسافة ما تكمل. حرام ابكي والله اني بموت خلاص، ما عاد اقدر اتنفس. لا تبرد كذا مستحيل. لا خل ريح شوي والله ماشي. لا مو بزين يا عيال، دقت ترى النزول، اقول ترى النزول مصيبة. هذه المشكلة. هذا خلاص اتركيت، ما ردك بتنزل. صح. دقت انت. اطلع على من اطلع الله يعينك معك. ظنان والله. صح صح، فوق يقولون في بير. يلا 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 علي. تسلق الجبال. اذا ما كان تسلق الجبال. هذا هايك. يلا يا جماعة انتظركم هنا ها. علي. اللهم جو جو. لا لا ما بهم على تنزل. لا تنزل ابن الناس. يلا يلا بنمر. عرفت الطريق النزل يا بنمر. بنمر النزل، ما بعد نصعد. والله طالع فوق طالع تحت، ما بقى شيء. بنمر يلا فوق طالع تحت. شوف شوف هنا قريب ما نرجع. يلا ما بقى شيء. يلا يلا بنمر. ابو نمر قاعد تعزز وانت اخر واحد. انت ما خليتهم في بوز من وجيت. يحط شنو اللي هناك؟ جاب ابي يا يحط شجر اللي بالسياره هناك، ودي يكون هو هنا. غبر على وجهي. ما في مكان هناك توقف. صح مكان صح، يعني مكان احسن. انا ترى داري بس عشان اعلمكم منين واختار مكان كويس. يلا يلا بني مال. لا خفف يلا شوي شوي، بدنا وصلنا القمه خلاص. شوف صعدين فوق هنا ليش؟ عشان بس الشبكه. صعد فوق الوايت الحين انت. ها؟ فوق الوايت. لا عشان يجي برج بسرعه. ما في. احذفه احذفه والحقه وشوف يجي الشبكه. شباب صعدوا فوق هنا اثنين، وعلي استسلم نزل. شوفوا علي هناك. توهق احس علي. المشكله كلها كيف ننزل الحين. شوفوا كيف هنا كذا صاير. وبس الحمد لله نزلت انا. علي الاحمري هناك موجود، اما ابو نمر وعبد الله ابو قبيع صعدوا فوق كملوا، انا ما صعدت نزلت. اتوقع راح انهي المقطع بالله، ما ادري ليش اصلا فكرت اني اصعد. نهايه المقطع، لا تنسوا الاشتراك في القناه ونشر المقطع واعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.